يعني انت عوضت كل الفتيات الزوجات اللي فقدوا امهاتهم. انا بفضلك تعلمت كثير اشياء لاني فقدت امي من حوالي 8 سنوات وتزوجت وما كنتش نعرف اي شيء، كنت ملتهية بدراسات العليا، وبفضلك قدرت ندير اشياء كثيرة كثيرة كثيرة. الحمد لله، ده كان بفضل ربنا. الحمد لله. شيف ينهار بالبكاء بعد نبي راحل أسامة السيد. وفاة الشيف أسامة السيد صاحب برنامج من مطبخ أسامة. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شيف ينهار بالبكاء بعد نبي راحل أسامة السيد. انهار الشيف محمد حامد بالبكاء بعد علمه برحيل الشيف أسامة السيد، وذلك على الهواء من خلال برنامج المطعم المذاع على قناة بي أن سي. وقال الشيف محمد أن الإنسان يرحل وتبقى سيرته العطرة، وأن الشيف أسامة أفضل مثال لهذا رحمه الله، وأن جميع الوطن العربي حزين عليه، وأنه يدعو له بالرحمة والمغفرة. ووجه للجميع رسالة: افعل يا ابن آدم ما شئت فأنك ميت. ويعتبر الشيف أسامة السيد أحد أهم طباخي الوطن العربي، وكان من أشهر طباخي الوطن العربي، وصفه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه رقم واحد في الطباخين. ليس هذا فقط، بل تميز الشيف أسامة بعلم كبير خاصة بمجال التغذية. وفاة الشيف أسامة السيد صاحب برنامج من مطبخ أسامة. توفي الشيف أسامة عبد المحسن السيد الشهير بأسامة السيد اليوم الثلاثاء بعد مروره بأزمة صحية، حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ونشرت الصفحة الرسمية صورة للراحل وكتبت: انتقل إلى رحمة الله شيف أسامة عبد المحسن السيد، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعافي عنه. وكتب الشيف أسامة في رسالته لمتابعيه: أحبائي، رجاء أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يد الرحمن. وأضاف: تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا، شاركوني ذكرياتكم ومواقفكم، ولا تنسوني من الدعاء، مشتالي تعليقاتكم وتفاعلكم، وأعرفوا أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة. رحيل أيقونة الطبخ المصرية الشيف أسامة. توفي الشيف المصري الشهير أسامة السيد بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنت عنه صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ونشرت الصفحة الرسمية للشيف خبر الوفاة الثلاثاء بعد غيابه عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، الأمر الذي أثار العديد من التكهنات حول حالته الصحية. ويعود آخر منشور لأسامة إلى سبتمبر الماضي: أحبائي، رجاء أن تتذكروني في يوم أنا في أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يد الرحمن. ويعد أسامة السيد أحد أشهر الطهاة في العالم العربي، كما أنه مستشار تغذية ومقدم برامج تلفزيونية عديدة، إلى جانب عمله كنائب رئيس جمعية الشيفات المصريين. رسالة مؤثرة وطلب للدعاء: كيف تربى شيف أسامة السيد بوفاته؟ حالة من الحزن عاشها محبي الشيف أسامة السيد بعد رحيله المفاجئ بعد معاناة طويلة مع المرض. واشتهر الشيف الشهير في العالم العربي من خلال برامجه المتعددة في الطبخ، وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي منشورا للشيف أسامة السيد تنبأ فيه باقتراب وفاته، وكتب فيه كلمات مؤثرة أبكت الجميع بعدما طالب من متابعيه الدعاء له. وقال الشيف أسامة السيد: أحبائي، رجائي أن تتذكروني في يوم وأنا في أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يد الرحمن. وأضاف الشيف أسامة: تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا، شاركونا بذكرياتكم ومواقفكم، ولا تنسوا. سيد ولد عام 1957، وطبخ مستشار تغذية ومؤلف كتب طهي ومقدم برامج تلفزيونية، وعامل نائبا لرئيس جمعية الشيفات المصريين، ويعتبر من أشهر الطهاة في الدول العربية. بدأت شهرة الشيف أسامة السيد مع تقديمه لبرنامج بالهنا والشفاء عام 1991، ثم قدم برامج أخرى منها مطبخ السيد وبرنامج مع أسامة أطيب. ومن مطبخ أسامة، الشيف أسامة السيد سافر إلى أمريكا عام 1980 وتولى العديد من المناصب، حيث كان يعمل رئيس للطهاة في مطعم سابرينا كرون بواشنطن، ثم تدرج ليصبح رئيس للطهاة ومسؤولا عن المطبخ عام 1983، ثم انتسب لأهم شركات الحفلات في واشنطن وعدد الحفلات الخاصة بالبيت الأبيض.
الشيف أسامة السيد شارك في عام 1986 في تأسيس شركة هايتي مايتيمنشن جروب، والتي كانت تدير عدة مطاعم وشركات متخصصة في الحفلات بأمريكا، وكذلك أسس مجموعة السيج عام 1988 المتخصصة في إنتاج برامج وكتب الطهي في مختلف دول العالم. وصيته الأخيرة: لماذا قررت أسرة الشيف أسامة السيد دفنه في أمريكا بدلا من مصر؟ أقيم عزاء الشيف أسامة السيد الذي وفاته المنية أمس الثلاثاء بعد صراع مع مرض السرطان ومضاعفات كوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية بقاعة أمريكية، حسب ما أعلن نجله وسام في وقت سابق. وعانت أسرة الشيف أسامة السيد موعد صلاة الجنازة ومكان الدفن في الولايات المتحدة، حيث كان يقيم الفقيد بين مصر وأمريكا، إذ كتبت أرملته عبر صفحتي بفيسبوك: زوجي وحبيبي وعمري انتقل إلى جوار الله. صلاة الجنازة الثلاثاء في مسجد دار الهجرة بعد صلاة الظهر. وكشفت شقيقة الشيف أسامة السيد عن سبب وفاته قائلة: كان يشكو من حساسية على الصدر، فضلا عن تراجع مناعته منذ إصابته بفيروس كورونا، وأن وصيته الأخيرة هي أن يتذكره محبوه وأن يدعو له بالرحمة والمغفرة. الشيف أسامة السيد أشهر طهاط الوطن العربي وأبرز مؤلفاته بالهنا والشفاء. الشيف أسامة السيد يتميز بطلته البشوشة على الشاشة الصغيرة وبشرحه البسيط لمقادير الطعام، الأمر الذي جذب الكثيرات من ربات البيوت لمتابعته وتقليد وصفاته في المنزل. وتسبب خبر راحله أمس في صدمة لجميع محبيه على مستوى العالم العربي. الشيف أسامة السيد ولد عام 1957، وهو طباخ ومستشار تغذية ومؤلف كتب طهي ومقدم برامج تلفزيونية، وعامل نائبا لرئيس جمعية الشفاة المصريين، ويعتبر من أشهر الطهاة في الدول العربية. بدأت شهرة الشيف أسامة السيد مع تقديمه لبرنامج بالهنا والشفاء عام 1991، ثم قدم برامج أخرى منها مطبخ السيد وبرنامج مع أسامة أطيب. ومن مطبخ أسامة، الشيف أسامة السيد سافر إلى أمريكا عام 1980 وتولى العديد من المناصب، حيث كان يعمل رئيس للطهاة في مطعم سابرينا كرون بواشنطن، ثم تدرج ليصبح رئيس للطهاة ومسؤولا عن المطبخ عام 1983، ثم انتسب لأهم شركات الحفلات في واشنطن وعدد الحفلات الخاصة بالبيت الأبيض. الشيف أسامة السيد شارك في عام 1986 في تأسيس شركة هايتي مايتيمنشن جروب، والتي كانت تدير عدة مطاعم وشركات متخصصة. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة برأيكم في التعليقات: ما هو سبب وفاة الشيف أسامة الحقيقية؟ لا تنسوا أن تشاركوا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.